حتى الآن من الواضح إن هو يوم التعادلات السلبية، يعني تعادل سلبي في المباراة الأولى ما بين أسوان وسموحة، وتعادل سلبي في الشوط الأول أيضا في هذا اللقاء، لقاء الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي، وهذا محبط جدا أكيد لنجوم التحليل في ستاتن، ومحبط للجماهير، لأن النتيجة البيضاء، النتيجة السلبية البيضاء في العالم كله هي النتيجة التي لا يرضى عنها الجماهير في العالم كله. والله أنا اتفقت مع الكابتن صبري والكابتن محسن، بعتنا جبنا كورة انت عارف الاستوديو واسع اهو، انا قلت لهم هقف جون الناحيه ديت وكل واحد يشوط عليها شوطه وهسيبها تخش، حتى لو جبت صدها هسيبها احس بس ان في جون دخل. كابتن لطيف يعني. كابتن لطيف الله يرحمه كان يقول لك الكوره جوان، الكوره جوان. هم النهارده ما عرفش الفرق، يبدو ان ما حدش اتحاد الكوره ده ذنب اتحاد الكوره او يتحمل مسؤوليه، ما نبهش على الفرق ان النهارده الجمعه بيلعبوا ماتشات، ودي ماتشات جد رسميه. واضح ان كل اللعيبه واخدين فكره ان النهارده الجمعه دي مش بيلعبوا يلعبوا ماتشات، فالنهارده رايحين كانها تقسيمه او كانوا راح يتمرن. وليه ما نقولش ان كل مدير فني النهارده خايف على البونت بدرجه واضحه؟ يعني فضلك لا يعني حتى لو انت خايف على البونت، بس برضو يعني ايه خوفك على البونت؟ برضو في ايه، في اماره انك تخاف عليها برضو. ما تخاف على البونت، انت ممكن يضيع منك لو انت استسلمت او انك انت دفعت، بس ده بيقول لك انت ايه، خايف من الهزيمه لو انت خفت منها هتطردك، لو انت طردتها هي هتهرب منك. دي مقوله، تخاف منها تطردك، تطاردها تخاف منك وتجري. أيوة. فانت اذا كنت خايف من الهزيمه او خايف على البونت، ممكن تلاقي نفسك كوره في الوقت الضايع او في الوقت اللي هو القاتل دخلت وما عندكش وقت للتعويض. المشكله ان انا اللي عندك عناصر، تبص على الورق لما تيجي تقول الانتاج، صلاح امين، محمد فضل، محمد ناجي جدو، شهاب، الناحيه الثانيه بتلاقي سعيد مراد، كابوريا، ياسر رؤوف، هتقول لا ده احنا هنشوف مباراه فيها دفاع وفيها هجوم. وده اللي احنا قلناه قبل المباراه، نحن بصدد مباراه كبيره للانتاج الحربي والمصري. فده يعلمنا ان احنا دايما ما نبقاش متفائلين قوي، ما نبقاش يعني متفائلين، والانطلاقات وعلي فتحي والسيد فريد من هنا واحمد منصور من هنا، كل الكلام ده بنقوله على الورق، وبنيجي في الحقيقه ما بنلاقيش الكلام ده خالص. بحب انا المشهد ده يا كابتن، مشهد تصافح المدربين مع بعض قبل المباراه بيبقى جميل جدا، بس ارجو انه يستمر برضه في النهايات برضه. ازاي بقى؟ يعني انت تبدا وتنهي، ما زي الماتش اللي فات بتبدا بخناق. يعني ما تبداش اول الليله بمصافحه وفي اخر الليله كرسي في الكلوب وتنتهي الموضوع. ما انت مش قصدك يعني تصريحات ما بعد المباريات مثلا في البرامج، انت بتتكلم على المصافحات اللي بعد المباراه على طول. اللي بعد المباراه، انك انت ساعات بيبقى في مدربين بيسلموا على بعض ويبقى يعني قلوبهم مش صافيه لبعض. انا عايز اقول لك مشهد كانك يعني بتمثل مسرحيه، ومسرحيه بتبقى ايه، انا عارف فصولها وعارف النهايه بتاعتها. هو بصراحه ميدو اللي كان يعني مصر على العاده دي، انه بعد انتهاء المباراه يذهب الى المدير الفني زي ما كان بس يفعل الاجانب، هكذا يفعل الاجانب بعد المباراه، فايز فايز مهزوم مهما كانت نتيجه المباراه. ده بروتوكول. عامه بقول لحضرتك عشان الكابتن صبري والكابتن محسن، انا شايف الشوط الاولاني عادي جدا، مجرد بنفس المقوله قر وفر، بعد شبه الفرص اللي اتيحت، لكن اللي صعبان عليا في كل الكلام ده قعدتنا احنا وكره القدم الغلبانه دي، اللي ال 22 لعيب عاملين يرفسوها برجليهم. لا والجماهير، يعني انت بتتكلم النهارده كل جماهير اللي قاعدين في البيت الكره، بس هو حكى بس دول، يعني دول عندهم فرصه ان هم يشربوا وياكلوا ويصلوا ما احنا كام شويه عدس وشويه يعني لا تمشي لا كابتن صبري يعني الماتش على في ارض الملعب غير ما رؤيتنا احنا اكيد في التلفزيون، يعني في الملعب لعيبه بتبذل كل الجهد من اجل الفوز بالثلاث نقاط، احنا ممكن يوصل لنا الموضوع سلبي شويه، بس واضح عايز ياخد المباراه. اكيد كل فريق عايز ياخد المباراه، ولكن بترجع لفلسفه المدير الفني عايز ايه من المباراه النهارده. بعد 10 مباراه من الدوري قلنا ان كل فرق هتبص على الجدول، هيشوف وضعه فين وعايز ايه من المباراه اللي بعدها. يعني النهارده الانتاج، المباراه اللي بعدها سموحه، مباراه هتبقى صعبه جدا على الانتاج، زي ما قلنا على فرقه اسوان هتلعب مع النادي الاهلي، فلابد ان هو يهاجم النهارده ويحاول ياخد الثلاثه. المصري عنده المقاولين، المصري عنده المقاولين والانتاج عنده سموحه، فكله بيبص للماتش اللي بعده، ولكن الخوف، خوف المدربين من النتيجه ومن بعض دلوقتي بيخليهم يقفلوا شويه على فرقتهم، يربطوا شويه اللعيبه، مفيش تحركات زي فرقه الانتاج ما كنا بنشوفها المباراتين اللي فاتوا، في مباراه انبي وفي مباراه الجيش تعادلوا مباراتين، لكن كان في شكل بعد ما لعب ب 4-4-2 او 4-2-3-1 الكابتن شاوي،
كان في زياده عدديه، بس لابد يبقى في طرفين يتحركوا. يعني علي فتحي لما كان بيقوم بالدور الهجومي مع الرباعي اللي موجود هناك في فرقه الانتاج او في الثلث الاخراني فرقه الانتاج، فكانوا بيشكلوا شويه خطوره. فرقه المصري كان بيلعب باستراتيجيه وفلسفه هجوميه. النهارده كابتن حسام بيامن دفاعاته في البدايه علشان يطلع ببونت، لكن اللي هيقعد يدور على بونت هيخسره. لكن الفرقتين لما بيشتغلوا على بونت تلاقي الاداء بيبقى الفني سيء جدا في الملعب. تمام. عكس لما بيكون في نادي عايز، في فرقه عايزه تكسب والتانيه بتدافع، او عكس لما الانتاج بيكون عايز يكسب والمصري بيدافع. لكن الفرقتين واضح انهم خايفين من بعض، واضح انهم عايزين ياخدوا نتيجه ايجابيه سواء بالتعادل او بالمكسب. مش مدين ايحاء للعيبه ولا تهيئه نفسيه للعيبه ان انا عايز اخد الثلاثة بونت النهارده، لا مدينهم تهيئه نفسيه، وده اللي واضح من خلال تحركات او اداء اللعيبه ان انا عايز اطلع بنتيجه ايجابيه النهارده. طول ما انا معايا البونت طول ما انا ممكن اكسب. طب ده ممكن اعتقد بالنسبه للانتاج الحربي كابتن ابو جريشه نتيجه جيده لو على كلام كابتن صبري، ان يبقى البونت بالنسبه للكابتن شوقي ان يروح يمشي من الاسماعيليه او يرحل من الاسماعيليه بنقطه امام النادي المصري اللي هو نجاحات متتاليه، يوقف المسيره وياخد بونت، يقول لك انا اخد بونت من المصري وامشي. لا، انا شايف ان كابتن شوقي بالتشكيل اللي هو بيلعب بيه النهارده او برؤيته للمباراه وترتيبه في جدول الترتيب ان هو جاي ياخد 3 بونت بس. اداء اللعيبه يعني البونت مش كويس بالنسبه له. يعني انا يعني هو مفيد بس هو مش هيبقى اللي عم يعمل الفرق للكابتن شوقي غريب او يعمل فرق ليه في كابتن. هو البونت في الدوري دوت زيه زي الخساره من وجهه نظر البعض. بالظبط كده، بالظبط انا شايف كده. في بعض المباريات زيه بالظبط. لكن فريق المباراه عامه يعني واضح جدا الفريقين عاملين حساب لبعض. المديرين الفنيين خايفين على المباراه، خايفين على البونت في المباراه، او خايفين على كل واحد عايز ياخد 3 بونت، بس هم مركزين. انا شايف ان كل واحد شايل ليه شويه اسلحه على الدكه بره ممكن يشتغل بيهم الشوط الثاني. يعني هنا في الانتاج الحربي في محمود عبد الحكيم، في بابا اركو موجود، في سوست عنده حلول. كمان الانتاج الحربي عنده مشكله في المباراه ان هو الانتاج بيلعب طويل كتير، ما عندوش اللي هو الربط يا كابتن ما بين الله ينور عليك الوسط الملعب او اللي بيخلق اللعيب اللي يعرف يربط ما بين خط الهجوم قدام والناس اللي في نص الملعب، او اللعيب اللي هو عنده رؤيه ان هو ممكن يعمل بينيه كويسه. هو عنده 3 فيرود، او عنده صلاح امين فيرود كويس، عنده محمد فضل فيرود كويس، عنده محمد ناجي جده فيرود كويس. محمد ناجي جده بيلعب كهاف، بس كلهم كهاف رايت يعني. بالظبط كده. كله بيتحرك في مساحات، لكن ما عندوش الواحد اللي هو ممكن زي محمود عبد الحكيم كده اللي هو يعمل لك ثرو باص يخليك قدام الجول. وهي دي اللي ناقصه فرقه الانتاج الحربي، واضحه جدا في المباراه. يعني نزول محمود عبد الحكيم وبابا اركو يصنع الفرق. اكيد ممكن يصنع الفرق أكيد. بالنسبه للانتاج الحربي. طيب أكيد. كابتن سيف، بالنسبه للمصري يعني عندك برضه تشكيل المصري في دكه البدلاء في اكتر من لعيب ممكن، يعني محمد اشرف شويه، طارق العجمي ده لعيب كويس. لا انت عندك يعني التغيير الاساسي احمد جمعه اللي هو يعتبر افضل بديل حد في الدوري المصري، هو ومصطفى فتحي. احمد جمعه ابتكر سجل 4 اهداف من بعد نزول، يعني من ضمن البدلاء اللي بيسجلوا بعد نزولهم، فهو يعتبر من افضل البدلاء، وكل مباراه بينزل ما بيغزلش مدربه. لكن هي برضو زي ما اقول لك المشكله انك انت المصري بادئ بنفس التشكيل بتاع المباراه اللي فاتت، هو مثبت التشكيل، مثبت التشكيل. فهي مش انا هقعد كل مباراه انتظر البديل هو اللي ينزل يصنع لي الفارق. افرض ما صنعش، ما دي مشكله. يعني هل عندك ضمان، معاك شهاده ضمان من البنك الاهلي ان البديل لما هينزل يصنع لك الفرق ويجيب لك 3 بونت؟ يعني انت ضد فكره ثبات التشكيل؟ لا، مع ثبات التشكيل، بس عايز الناس اللي انا مثبتها تديني المردود بتاعي اللي انا كمان معتمد عليهم والثقه اللي انا مديها لهم. صعب برضه يا كابتن سيف. سيد الفاضل، مفيش مباراه في الدوري المصري كلنا متفقين على كده. حتى لما بتيجي تلعب مع احترامي مع المحله اللي هي بتعتبر اضعف الفرق او حرس الحدود، مفيش حاجه اسمها صعبه برضه. الا اذا اعتبرنا المحله والحرس وفقا على الورق والنتائج هم اضعف فرقتين لحد دلوقتي اللي ممكن اي فريق يبقى طمعان فيهم، لكن غير كده لا الانتاج تقدر تقول لي اصل فريق صعب او سهل او بتاع. كل الفرق. طيب نتكلم على الورق عشان نطلع للمباراه. لو الكابتن حسام عايز يكسب النهارده يعمل ايه في الشوط الثاني؟ انا شايف ان احمد موسى بعيد عن مستواه واحمد ياسر بعيد عن مستواه. يبقى انت عندك احمد جمعه وممكن طارق العجمي. طيب على الجانب الاخر كابتن شوقي غريب علشان يكسب المباراه النهارده كابتن صبري يعمل ايه في الشوط الثاني؟ لابد زي ما الكابتن محسن قال يبقى عنده راجل بلاي ميكر يعمله الحاجات الغير متوقعه من جوه الملعب، خصوصا الرباعي اللي موجود من قدام دول ما عندهمش الملكه دي. فلابد محمود عبد الحكيم هيبقى له دور، بابا اركو هيبقى له دور. في حاله ان هو عايز يكسب المباراه لو قدر يجيب جول هيبقى محمد سوستا وهيبقى فادي نجاح ليهم ادوار دفاعيه. فالثلاثي دول او الرباعي دول محمود عبد الحكيم بابا اركو فادي نجاح محمد سوستا يبقى ليهم ادوار في الشوط الثاني. عموما